We have a list of guests who have come. Two. المجموعة أو المنطقة الثانية يتفضل وأيضا هو مسؤول الاستثمار بالاتحاد العام لكرة القدم روبا زكريا. سعادة المير بتاع جوبا مايكل لاعبين وسعادة أعضاء الاتحاد وكل من له علاقة بكرة القدم أو التباعد الاجتماعي وأيضا لبس الكمامات كل الصحفيين الرياضيين كل الإعلاميين الموجودين الليلة يلبسوا الكمامات behind the goalposts and let's observe the discipline and respect as always. We'll be giving you the starting 11 of the two teams. Yes, and there are 23, number 32. We have Yassin Kuku, Wrong Ruben, Yamba Prince, Abdul. Olympic Bentiu, Amarat United, Juba, Mintorita, Tabana, James William. Zoom to Juba, Todoa Amarat United, wa Olympic Bentiu, Tin Kak. إذن المنظمة أيضا تنوح للحضور الكريم أن التدريبات أي الحصص التدريبية لمنتخبنا الوطني ستبدأ على ملعب بلوك وبدون جمهور حزبا لكوفيد 19. Well, it is the second half of the game between Amarat United and Amarat United. In WOW, Al Hilal FC have taken the lead. It is 1-0 in favor of Al Hilal WOW against Black Eagles of Awil. It is halftime in WOW. Arabia رقم 034M Arabia 034M قافل الشارع Thank you.
حضور الكريم لا ننسى أن نرحب برئيس الاتحاد المحلي بور أجاكوال اللي حضورا أنيقا أجاكوال والهدف الثالث للأمارات يونايتد. أيضا نرحب بنائب سكرتير ملوك دينغ بور للحضور أنيقا وجميلا. يوم بكرة حيكون عندنا مباراة الساعة واحد بنص كوتين كابويتا. يوم بكرة الساعة واحد ناصر مندري جبل كوتين كابويتا. tomorrow don't forget. يوم بكرة الساعة ثلاثة أستا من يي وسوبر ستار بور أستا يي والساعة ثلاثة. إذن تحت شعار كرة القدم من أجل السلام والوحدة والفخر الوطني. طال مرحب بالسيد بيتر بابسن وكيل وزارة الشباب والرياضة. عفوا بيتر بابتيس وكيل وزارة الشباب والرياضة القومي. Yes, thank you. We also want to recognize the presence of the Undersecretary in the Ministry of Youth and Sports, Peter Baptist. Thank you for coming to grace this opening day of the South Sudan Cup 2021-2022. To see the FC from Mundri taking on Jebel Kotin of Kapweta at 1 p.m. At 3 p.m., we'll have Easter FC from the land of coldness. Yay! Superstars of Bor, the land of fish. Putting on jazz number 11 for Amarat United. يوم 30 عندنا دعوة من الاتحاد المحلي جوبا بيدعو كل الناس بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المستوطنة. كأس اليوم الواحد بين فريقي الرابطة جوبا بنات والمريخ جوبا بنات في ملعب البلوك يوم 30 الساعة 3. الدخول مجانا بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المستوطنة. دعوة Go, go, go!
تحكيم الليلة بقيادة الدولي جيمس أليير وسط الملعب من اتحاد بورا، وأيضا جيمس أونونغو من اتحاد توريجا، تعبان دينيس ويليام يي، وأيضا أكيج ماكوتا حكم رابع من بورا، مراقب فني جانوار فريزر، مراقب إداري سامويل تارتيسيو. Thank you.
هدف تسليل الفارق من فريق أولمبيك بنتيو، هدف ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى من لاعب بنتيو، المرور الجميل وهدف تغليس الفارق. صارت النتيجة 3-1، 3 أمارات يونايتد 1 أولمبيك بنتيو، هدف ولا أجمل، هدف بثلاثة، هدف يساوي ثلاثة. وين الناس؟ هدف تسليل الفارق لصالح فريق أولمبيك بنتيو عن طريق اللاعب رقم 10 لم. بكرة حنبدا الساعة 1، بكرة كأس الجنوب القومي. هدف تسجيل الفريق رقم 10 اسمه لام جاتواكا من فريق أولمبيك اف سي. ناصر مندري جبل كوتين من كابويتا الساعة 1. ايستا ياي سوبر ستار من بور. لام جاتيدا صاحب هدف تسجيل الفريق لفريق أولمبيك بنتيو. شوف يا زول، الاجتماع التقليدي لكل الفرق الأربعة اللاعبين يوم بكرة. الفرق الأربعة ناصر مندري جبل كوتين، بكرة الاجتماع التقليدي الساعة 9 صباحا في مباني الاتحاد المحلي جوبا بإستاد جوبا. يوم بكرة الساعة 9 صباحا الاجتماع التقليدي للفرق اللاعبين يوم بكرة. ناصر مندري جبل كوتين كابويتا إيستا ياي وسوبر ستار بور الساعة 9 صباحا في مباني الاتحاد المحلي
Juba. Yes, sir, this is an announcement to all the fans who have come to watch this game. After the game, after the final, we pass through the playground. Do not pass through. The pre-match meeting will take place tomorrow at 9 a.m. Central African time at the offices of the Juba Local Football Association behind Juba Stadium. Playing tomorrow, the four teams, Nasir from Mundri, Jewel Kotin from Kapweta, Superstars from Bor, Easter from Yei, the pre-match. And those who are seated the other side of the playground, we kindly and forcefully request you not to pass in the middle of the playground after the game. Why?
السلام الوحدة وأيضا كرة القدم من أجل الفخر الوطني. النسخة رقم 11 يوم بكرة ناصر المندري وجبل الجمهور يكون حاضر وموجود من أجل رسم لوحة السلام من خلال كرة القدم. شكرا لكل الجمهور الجميل الرائع الذي حضر يوم الافتتاح. شكرا لكل الناس. يوم بكرة لقاء جديد من لقاءات كأس الجنوب. نهاية المباراة 3-1 للأمارات يونايتد 1 لأولمبيك بانتيو. Unipatia palabras.